مثلا تكون ورشحوك مثلا مؤسسة أسرة أو سوبر مان أو غيره؟ والله الترشيحات كلها مختلفة. يعني بنات سوبرمان مثلا دكتور اشرف زكي هو اللي مرشحني الكاستنج دايركتور احمد تمام، وحسام علي المخرج شافني في الاوديشن فخدوني. مثلا راس الغول مستر شادي مقار ومستر ريمون مقار، مستر شادي جه اتفرج على انتيجون ومن ساعه ما شاف انتيجون قال انت لازم تشتغلي معانا في حاجه وهخليكي تشتغلي مع استاذ محمود عبد العزيز. في الميزان مثلا كاستنج دايركتور ساره نوح جت اتفرجت على عرض انتيجون برده رشحتني لأحمد خالد، وأحمد خالد شافني في الأوديشن قال لي خلاص أنت هتعملي الدور أنت معايا. في العدل جروب دكتور مدحت العدل وأستاذ جمال العدل. فالترشيحات بالظبط الترشيحات كلها مختلفة، بس الأساس إن المسرح هو اللي عمل ده، أنتيجون والجايزة هي اللي عملت ده، لأن الناس ابتدت تسمع عني من خلاله. في حظ علي لو لعبت يا زهر بقى والجو ده والله يعني لا ما لعبش قوي والله، الناس فاكره ان هو لعب بس هو ما لعبش قوي. بس هو طبعا لعب في حته ان انا وقفت قدام استاذه يسرى، لعب في حته ان انا وقفت قدام استاذ محمود عبد العزيز، قدام استاذه غدا عادل، بس الخياط احمد فهمي، طبعا استاذ بيبي فؤاد. يعني ده كان بالنسبه لي والله انتوا مش فاهمين بحب الراجل ده جدا. لا يعني هو لعب في الحته دي بصراحه. بس الميزان انا ما قابلتوش، لكن بنات سوبرمان كان طالع خالي يعني اوراني.